بالنسبة لحضرتك كرئيس للجنة الإسكان، رأي حضرتك إيه في برنامج الحكومة للقضاء على العشوائيات خلال 2.5 سنين؟ كانت الحكومة قالت في وضعت خطة للقضاء على المناطق العشوائية أو المناطق العشوائية الخطرة في خلال 2.5 سنين. اللجنة شايفة إنه هيكون ليها دور رقابي أو رقابة للحكومة على الحكومة لأداء الموضوع ده وتنفيذ الخطة دي في موعدها، وخلال 2.5 سنين نكون قضينا على العشوائيات في مصر؟ أولا حضرتك من السذاجة السياسية إن أنا أعلن إن أنا هخلص على العشوائيات، ده كلام غير منطقي وغير قابل للتنفيذ على أرض الواقع. ليه؟ حضرتك أنا عندي فيه كذا نوع من العشوائيات، تمام؟ ولازم نصنفها ولازم أعرف سببها عشان أعالجها، صح؟ تمام. في عشوائيات وهي 70-80% موجودة في القاهرة والجيزة واسكندرية. في عشوائيات المعارضة الأهالي فيها للخطر، وده اللي شغالين فيها دلوقتي، دول 800,000 بني آدم، يعني حوالي 100,000 أسرة، دول حياتهم معرضة بخطر. يعني إيه؟ إن الناس دي بيوتها ممكن تتربع في أي وقت، فهو ده اللي هنعالجه دلوقتي مش العشوائيات ككل. يعني هو سيادة الرئيس لما إدى التصريح، إدى تصريح معناه إيه؟ إن في 800,000 واحد حياتهم معرضة للخطر. ال 800,000 واحد دول يعني محتاجين 100,000 شقة. ال 100,000 شقة دول الحكومة دبرت في الموازنة دي 1.5 مليار، تمام؟ انت محتاج عليهم حوالي 6 مليار تانيين، لسه ما تدبروش على فكرة، 6 مليار تانيين عشان في خلال سنتين اخلص ال 100,000 واحدة واطلع الناس اللي حياتهم معددة للخطأ وانقلها في الكلام ده. لكن ده مش معنى ان انا عملت كده ان انا قضيت على عشوائيات، لا طبعا. انت كده قضيت على الناس اللي في العشوائيات اللي حياتهم معرضة للخطر، ده اللي خلصته. طيب انت عشان تقضي العشوائيات تقضي عليها ازاي؟ لازم حضرتك، المشكلة الاساسية عندنا ان احنا دايما بنعالج الامور بسطحية، ما بنعالجش الامور باسس علمية صح. لازم قبل ما اعالج مرض مش لازم اشخصه صح، انا لو شخصت غلط هدي العلاج غلط. طب ايه سبب العشوائيات؟ اول حاجة سبب العشوائيات حضرتك ان متمركزة في القاهرة والجيزة واسكندرية، لان دول اكتر محافظات فيهم خدمات صرف صحي مية وفيهم فرص عمل. سعادتك من اسوان وانا من هنا، تمام؟ طيب انا لو عندي صرف صحي كويس وعندي مية كويسة، تمام، وعندي حضرتك فرصة عمل في محافظتي، ايه اللي يخليني اجي لك القاهرة؟ مش هجي لك. فبالتالي لو انا كل واحد قاعد في محافظته هقضي على العشوائيات. طب عشان اقضي على العشوائيات يبقى لازم اعمل ايه؟ نمره واحد، اخلص الصف الصحي والميه في الاقاليم في بحري وابلي. 2، اشجع المستثمرين انه يعملوا مصانع ويتوح فرص عمل في الاقاليم وفي الصعيد علشان الشباب يلاقي فرصه عمل ما جالكش القاهره. لكن طول ما انا حضرتك مركز كل شغلي وفرص العمل في القاهره والجيزه واسكندريه، كل ما هتحصل هجرة من الأقاليم والناس هتجيلك، وهتجيلك عشوائيات كل سنة وهتزيد. فعلاج العشوائيات لن يتأتى إلا بحاجتين: التوزيع العادل للموازنة العامة بتاع الدولة في الخدمات، ما خصش القاهرة والجيزة واسكندرية ب 70-80% من الموازنة، لا أوزعه بالعدل على كل المحافظات، أعمل خدمات صرف الصحي والمية، أدي حوافز استثمار ضخمة جدا للمستثمرين عشان يروحوا يستثمروا في الأقاليم وفي الصعيد، فبالتالي الشباب يلاقي فرصة عمل، هلاقي مية كويسة، هلاقي صرف صحي كويس، مش هجيلك القاهرة، فكده هقضي على العشوائيات. فده ليها بعد اقتصادي لازم يتعالج على مستوى الدولة. من غير اللي أنا بقوله ده مفيش حل للعشوائيات طبعا.